لذلك وجهت العام الماضي للجهات المهنيه في المملكه العربيه السعوديه بان ياتوا بهؤلاء الخمسه وياتوا بالحساب امام الملأ وامام الكاميرات وامام القنوات، افحصوا الحساب وافحصوا هؤلاء الخمسه عبر اختبارات مكتوبه وموثقه، وسوف ترون بانفسكم. جيد جيد، ربما نتبنى ذلك في الجزيره مباشر في رؤيه هلال عيد الفطر بإذن الله. على كل حال دكتور عبد الله، نتمنى أن تبقى معنا، ونعلن أيضا أن الأردن أعلنت أن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير أهل الأردن والمقيمين فيها. ويعني أود أن أنتقل لمرصد حلوان مع دكتور أمير حسن، أستاذ المعهد القومي للبحوث و الفلكية والجيوفيزيائية من مرصد حلوان. دكتور أمير. أيوة نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور أمير، هل شاهدتم الهلال في مرصد حلوان؟ حلوان، لأن الملوثات الجوية منعت من رؤية الهلال، وكانت فترة المكث أيضا فترة مكث قصيرة أو قليلة، دقيقتان فقط. نعم، ولكن لكن يعني الحسابات تقطع بأن غدا هو أول رمضان، لأن الهلال وإن لم يرى هنا في مصر دقيقتين في القاهرة وخمس دقائق في أسوان وست دقائق في حلايب وشلاتين، لكن هناك 10 دقائق مكث في الخرطوم، وهناك 17 دقيقة في تنزانيا في دار السلام، وهناك 27 دقيقة يعني في مصر، في مصر سيعتمد على وجود القمر وليس على الرؤية. دقائق على إمكانية الرؤية. لا، الرؤية متعددة، يعني لا يصح أن نحجر الرؤية ونضيق ونقول بأن الرؤية بصرية فقط، هناك رؤية علمية، والرؤية العلمية أقوى من الرؤية البصرية، لأن البصر من الممكن أن يخدع. الرؤية بالتلسكوب، لكن الرؤية العلمية مثلاً لا تخدع. يعني نحن نقول ونحسب لميعاد الكسوفات الشمسية والكسوفات القمرية بكل دقة وبجزء من الثانية، ولم نخطئ ولم تخطئ الحسابات ولا في دقيقة واحدة. إذا فهذا دليل على أن هذه الحسابات حسابات قطعية وليس يعني حسابات ظنية. دكتور أمير، أفهم من ذلك أنه سيؤخذ، لكن من ستؤخذ الحسابات الفلكية، أن يحجب القمر وأن يحجب الشمس ملوثات أو يحجبه يعني بعض الغيوم أو ما إلى ذلك. نعم، يعني أفهم من ذلك أن يمكن رؤية القمر بال بالتلسكوب في مصر، وبالتالي تتوقع أن يعلن غدا في مصر أول أيام شهر رمضان. نعم نعم، من الممكن كما قلنا أن نتثبت من رؤية الهلال بأكثر من طريق، وأقواها على الإطلاق هي الرؤية العلمية، وأي الحسابات العلمية المبنية أصلا، هذه الحسابات العلمية مبنية أصلا على أرصاد سابقة، على تراكم هائل وكمية هائلة من الأرصاد العينية السابقة على مدار السنين وعلى مدار القرون الماضية، ثم تحولت هذه الأرصاد العينية إلى معادلات وإلى آليات رياضية الدقة فيها دقة متناهية والخطأ فيها يكاد لا يذكر. فالحسابات جيد. العلمية الآن حسابات قطعية وليست حسابات ظنية. طيب اسمح لي دكتور أمير، سأعود إليك، ولكن بالتأكيد محمد لديك كثير من التعليقات على ما قيل خاصة من الدكتور عبد الله المسند، ولكن لو لديك بعض الأخبار عن دول أخرى أعلنت بداية شهر رمضان قبل أن ترد. أنا في الحقيقة ما عندي أي تعليق لا على دكتور كلام الدكتور عبد الله ولا على ما تفضل به الدكتور أمير، احنا جميعنا متفقين على نفس المضمون. يعني نحن كما ذكرنا كما تفضل الدكتور من مصر، نعم احنا قلنا أنه يغيب بعد الشمس، ومن صحيح. يعتمد غروب بعد الشمس سيبدأ غدا، فيعني جميعنا كلنا متفقون. طيب يقول أولا محمد، أما بخصوص الدول حقيقة هو بعضها أعلن وبعضها سيعلن بناء على ما نعلم من طيب تجارب السابقة. الإمارات كذلك أعلنت، إذا لدينا يعني هو السعودية والأردن والإمارات هو اختصاراً حتى وقطر طبعا. هو اختصارا عندما تعلن السعودية تتبعها جميع دول الخليج باستثناء سلطنة عمان، وتتبعها اليمن، تتبعها العراق، تتبعها لبنان والأردن. يعني أنا عضو رسمي في كنت عضو رسمي في لجنة رسمية لتحرير الأهلة في الأردن والإمارات، فأعلم ما يدور رسميا داخل اللجان. فدول الخليج ما عدا عمان، العراق، لبنان، الأردن، فلسطين،
السودان، هذه كلها تتبع السعودية. حتى هذا يكون مذكور في البيان نفسه، إما صراحة أن نظرا لثبوت الهلال في المملكة العربية، أو يقول نظرا لثبوت في بعض دول الجوار، فهذا حتى في البيان الرسمي. الآن مصر ستعلن